وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رغم أنف مرين يعني أنفك الداس بالتراب، ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قال رغم أنف امرئ أدرك أبواه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. أبوه معه كبير في البيت ولا أمه كويس، يحتال عليهم ليلة والله شغال أنا ما فاضي لكم مارك، القروش عنده وأمه ما عنده أي حاجة. في ناس هسه وضعهم زي ده، زول هو وضعه تمام ومليان قروش لكن أمه مفلسة عندها توب واحد من العيد اللي قبل الفات، توبة ها بس واحد لابسه وتعبانة ومروحتها بتكورك، مكيف ما خش بيته من الله خلقه، من الله خلقه مكيف بيته ما خشه كويس، ومروحة السكس كيك 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 وهي قاعدة في الحردة وعن قريبا مقدود في النص وحالة تعبان وبعدها مفلسة حق اللبن ما عندها، وهو تلقاه ما شاء الله راكب عربيته وماشي وجاي الشغل ومرة تشتري في الذهب وترص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ، جبريل دعا قال أدرك أبواه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. ديل ما دخلوا الجنة، افترض يخش شباب الجنة دي، أنت قال بر أمك زي دي في العمل الصالح من النافلة تقال فيها أعظم منه لو تخلى أي حاجة. جريج العابد كان بيصلي، عشان تعرف في ناس ما عندهم فقه فهم ما عندهم، وقت تلقى الليل ده كله هاك يغيم في الليل، ودي عبادة وأحسن صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل بيصلي بالليل، لكن مشكلته ما عنده فهم. ها الوقت ده لو نمت فيه تلقى شنو، لو نمت وقمت الصباح نشيط الشغل ومشيت جبت قروش واديت اللي امك وصلحت لها امورها افضل لك من قيام الليل تقاشن. في ناس ما عندهم فهم. جريج العابد بيصلي، امه بتنادي فيه يقول ربي امي صلاتي، امش لامي ولا واصل الصلاه، صلاتي رجع للصلاه تاني كوركت فيه، قال امي صلاتي أمش لأمي ولا أتم صلاتي، واصل في صلاته. أم زعلت قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، المومسات الزواني المرأة الفاجرة يعني. وشوف سبحان الله داعد عليه بشنو، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو داعد عليه بالهلاك لهلك، لو داعد عليه ويموت كافر مات كافر كويس. قالت بس هي ذاتها فيها حنية، شوف بس قالت لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ما يزني ولا كده لا بس يشوف ان اتعرض لين، عشان كده العلماء قالوا ده فيه دلالة على انه النظر الى المرأة الفاجرة معصية وعذاب من الله، عقوبة دي كونك تعلق في واحد تلقاه مشتري لها يا زول مشتري لها هنا شاشة بثلاث عشان يعاين في النسوان، انت قال له شنو؟ انت قال المسلسلات دي كان ما فيها نسوان بيحضروها؟ اللي بيحضرها منه؟ مسلسل كلها رجال؟ زول بيحضرها ما في. انا اكلمك. ليه النسوان دي مشترينا؟ ودي امه دعت عليه بالمسألة دي ذاتها باعتبارها عقوبة من الله، كونه يشوف النسوان دي عقوبة من الله. كويس؟ عشان كده الفقهاء قالوا جريج العابد مات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان فقيها، ما عنده فقه، صلاة طاعة أمه أولى من الصلاة النافلة إلا الفريضة بس. شفت أمك دي لو دقت لك، لو أنت شايف هذا التلفون شايله في جيبك كويس، كرر التلفون دق في الصلاة، أنت بتصلي في فريضة ظهر عصر كده، ده بيصمت طوالي من غير ما تعاين له تصمت تلفونك كويس، لانه ده ان دق لك رئيس الجمهوريه ما بتقطع الصلاه، الفريضه دي ما بتقطع على زول. اما انت بتصلي في نافله دق التليفون عينت فيه بامك تقطع طوالي ترد لامك التليفون
هل والله يرد لها تلفون؟ هو لو ما بصلي برد لها؟ والله في ناس ما بصلوا ما بردوا لها. يقول لك يا اخي بتسحمنا. تبرميج بينا ساي. والله يا اخواننا مشكلك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.